صباحكم نور أعزائنا متابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم أنا وأبونا جورج رايحة في حلقة جديدة اليوم من صباحكم نور، هذا البرنامج الأسبوعي اللي بنطل عليكم فيه كل ثلاثاء، كل صباح ثلاثاء، للحديث عن موضوع روحاني واجتماعي إنساني تربوي. نستفيد منه كلمة، هي دردشة صباحية منحكي فيها من قلوبنا ومن لقلبكم، أفكارنا، مفاهيمنا، تعاليمنا، وأيضا أنه منتابع كمان الرزنامة الطقسية لمناسباتنا الدينية والليتورجية. فهلأ عم بنلاحظ أنه بلشت الاحتفالات بعيد الصليب، بلش حبات الرمان تتجمع وبلش الريحان يتقطع، فهي كلياتها مظاهر تقليدية ومتوارثة للاحتفال بعيد الصليب. عيد الصليب بيساعد للطقس الغربي ب 14 أيلول، والطقس الشرقي ب 27 أيلول. صحيح أبونا صح؟ 28 و 27 وأنتم حوطونا مبارح 13 و 14، هو في 14 يوم بيناتهم يعني. نعم. مفروض 28 يوم الأربعاء، بيكون يوم أربعاء كمان كمان هاي صممين عليها. على كل عام والجميع بألف خير، واليوم حلقتنا عن عيد الصليب، تاريخه، مفاهيمه، ما معنى الصليب في حياتنا. ومن بعض الأسئلة اللي إجتنا وطرحوا علينا إنه لماذا اختار الرب الصليب لكي يخلصنا من خطايانا، شو معنى الصليب بحياتنا، ماذا يريد الله الصليب، معنى الصليب يكون بحياتنا، شو تأثير الصليب بحياتنا. فكل هذه الأسئلة سوف يعني منجاوب عليها من خلال الاتصالات، اتصالاتكم، في اتصالات من الأباء الكهنة، وأيضا عندنا هناك راهبة من راهبات دير الصليب أيضا. وطبعا نحن وياكم ندردش مع بعض، إذا في عندكم أسئلة أو ملاحظات أو تعليقات أو إضافات مداخلات تقدروا تحطوها على الكومنتس كمان على صفحتنا على نورسات جوردن. طبعا بنقول لكل الأشخاص اللي متابعين معنا صباحكم نور، بالبداية قبل ما نصبح عليكم واحد واحد ونذكر أساميكم، بناخذ البركة من أبونا جورج شرايحة لنبدأ هذا النهار دائما بمعونة ربنا وبركة ربنا. تفضل أبونا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا صليب يسوع المسيح الحي، يا صليب يسوع المسيح المقدس، يا صليب يسوع المسيح المحي، خلصنا من خطايانا، يا من افتديتنا على الصليب، أيها الإله منحنا الصحة والعافية والبركة لكي نسبح ونقدس اسمك الكلي القداسة، فنحن لم نحن رؤوسنا للحم ودم بل لعزة جلال مجدك، فصلنا أيها الآب مجاهدين في الإيمان من الآن وإلى الأبد آمين. آمين آمين يا رب. أبونا طبعا إحنا كل كنائسنا، كنائسنا الشرقية والغربية، بتحتفل بعيد الصليب برمزية مختلفة من كنيسة لكنيسة، فرح طبعا كل هاي الأمور رح نوضحها، ممكن بالزبط. تكون معروفة عند بعض الأشخاص اللي بيتابعونا وممكن تكون جديدة عند الأشخاص اللي ما بيعرفوا الأمور هذه. فاللي بيشوفوها أنه ناس أنه عم نكررها ومحنا عارفين وهيلاني وقسطنطين وطلعت وراح تدور على الصليب والأخري، في تقرير رح نعرضه مدته تقريبا 4 دقائق ونص يحكي لنا عن هذا التاريخ، فما رح نحكي زيادة عنه للي بيعرف واللي ما بيعرف، معلش تحملونا. وفي أيضا اتصالات مع بعض الكهنة، الحديث مطولا عن روحانية موضوع الصليب. بس أنا بالبداية بدي أرحب بكل الأشخاص اللي معنا على صفحتنا فيسبوك اللي طلوا علينا من الصباح وبعتوا لنا رسائلهم الجميلة، فادية حنانية وميري سويش، أسفة ما مش عارفة أقرأ المنيح الاسم العيلة، وماجد البير صباحك نور، ومها اللوح، وأسد برقان يسعد صباحك أبو ينال،
صباحكم نور، كل عام وانتم بألف خير وانت بألف خير. أمل السلمان وهيفاء حداد دين وأيضا غصيب السلمان وأمل حبايبي سامر قنصل وبالتوفيق وروز روز روزا صباحكم نور، وكل الموجودين معنا كميل دنحو وكل الموجودين معنا على المباشر منقولكم صباحكم نور. طبعا احنا بننتظر تعليقاتكم وايضا اسئلتكم، اذا في اسئله بتحبوا توجهوها للكهنه الموجودين معنا على موضوع الصليب. هناك طبعا كثير في كانت نشره الاردن في اسبوع زاخره في المواضيع المختلفه مش كلياتها روحانيه، لانه شايفه في بدايه شهر من نص 8 لبدايه شهر 9 كان في شويه ركود روحاني، ما فيش نشاطات وما في مناسبات دينيه بصراحه بهاي الفتره يعني كانت. فطبعا كانت اكثريتها مناسبات اجتماعيه شبابيه ثقافيه، من سوق جاره لصاله بالنادي الارثوذكسي والجمعيه الارثوذكسيه المتطوعين واللي بيخدموا هذه المؤسسات. ايضا عندنا نحن كمان راح نصور احتفال من الشمال لعيد الصليب، يعني اخترنا قداس من كنيسه القديس جورج الشهيد باربد، راح نصور احتفال عيد الصليب يوم الاربعاء الساعه 6 مساء للاتين. نعم، لانه هو ب 14 شهر بنفس يوم عيد الصليب، فاخترنا من الشمال راح يترأسه سياده المطران جمال خضر نائب البطريركي للاتين في الاردن. ويوم الجمعه ان شاء الله سننقل احتفال اخر من راهبات بدير راهبات الصليب بيت العنايه الانسانيه. الرهبنه باسم راهبات الصليب، فرح ننقل قداس من عند الراهبات. ومثل ما بتعرفوا بيت العناية الإنسانية هو بيت لخدمة كبار السن، فرح يكونوا مشاركين أيضا في هذا الاحتفال. فعنا يوم الأربعاء نقل مباشر من إربد، ويوم الجمعة نقل مباشر أيضا من بيت العناية الإنسانية بالفحيص بمناسبة عيد الصليب. في كمان أيضا هناك طلبات، طبعا لأنه عيد الصليب سائب هاي السنة الكاثوليك واللاتين عم بعيدوا بهذا اليوم، طلبات كثيرة للتصوير، فوجدنا أنه ممكن نستعمل تقنيات التكنولوجيا في كاميرات موجودة بكل كنيسة لمراقبتها. فممكن الشباب اللي بيهتموا بالآي تي أو بالكمبيوتر بيعرفوا يوصلوا هذه الكاميرات لنقل القداس على صفحتنا أو تسجيل القداس ونرجع ننشره، لأنه بصراحة يعني كادرنا نحن محدود الإمكانيات، ما بنقدر نغطي كل الكنائس بنفس اليوم. فنحن بنعتذر من أنه ما قدرنا نرد كل الطلبات، لكن ممكن في تعاون، وأنا كتبت على صفحتنا على فيسبوك الأردن أنه نشجع الشبيبة أنهم يعملوا هذا النشاط وهي الخدمة، يصوروا ويبعثوا تقارير. وإحنا كمان كنا من فترة لفترة نعمل دورات كيف كتابة الخبر الصحفي، كيف نقل الخبر، التصوير إلى آخره. فممكن أنه الشبيبات يكونوا في عندهم لجنة إعلامية يوكلوا واحد من هالشبيبة تكتب تقرير صغير مع كم من صورة، ونحن على استعداد نشره على صفحتنا على نورسات جوردان كنشاطات رعوية من كنائسنا في الأردن. فهذه خدمة بنحب نقدم لكم إياها إن شاء الله إنها تلاقي استجابة. وإذا في حال احتجتوا لمساعدة في طريقة التصوير أو كتابة التقارير، نحن على استعداد إنه نعطي هاي الخدمة أيضا في تدريب الشبيبة وفي تدريب الأشخاص اللي بحبوا يصوروا أو بحبوا يكتبوا التقارير، إنه ندلهم وندربهم على أسلوب كتابة التقارير.
طبعا كادرنا الصحفي الموجود عندنا هون في مكتبنا على استعداد لهذه الخدمة. فهذه رسالة بوجهها للكهنة، للشبيبات، لقادة الشبيبات، للكشاف، لكل الفعاليات الكنسية، حتى الأخويات أيضا. في ممكن أخويات من السيدات واحدة تحب أنها تاخذ هذه المهمة أو هاي الخدمة تقوم فيها، فإحنا على استعداد تواصلوا معنا وعلى استعداد لتدريبهم. طبعا نشاطاتنا الأخرى موجودة على صفحتنا، وتقاريرنا تم إنزالها جميعها على صفحتنا، فممكن إنكم تشاهدوها. ما بدنا كتير نتأخر على حلقتنا وعلى ضيوفنا، بس كلمة منك أبونا تحكيها، وبعدين شباب تحضروا التقرير عن عيد الصليب. نعم، يعني بالحقيقة أسس يسوع هو الأسرار، يعني يسوع شخصيا، وأعطى مدلولات حسية، بلاش نقول مادية، حسية، لأشياء لا حسية، يعني لجسد ودم اختار الخمر والخبز، وطعن بجنبه، والوقت نزل ماء ودم، والذي شاهد وعاين، الكاتب نفسه اللي كتب الإنجيل يوحنا، كل هاي الأشياء بالمسحة الزيت بالكهنوت بكل الأسرار، في أشياء مادية ملموسة. احنا اقتدينا بيسوع أيضا بالأعياد، فصار كل بلد حسب المتوفر لديها، يعني مثلا بمصر بيستخدموا الجوافة، ما بيستخدموا الرمان، هاي مبارح معلومة عرفتها، بعيدوا يعني بيحتفلوا بأعيادهم بيحطوا الفواكه المانجا والجوافة لأنها هي موجودة في بلدهم. احنا بلادنا هاي كلها بساتين الزيتون والرمان والعنب، فبالتالي بيقدم، وبصير الفلاسفة واللاهوتيين والكهنة والعلمانيين والناس كلها تطلع تفاسير لهالأشياء، ما بيقول لك حبة الرمان يعني هي الكنيسة كاملة، لأنها تتألف من مجموعة كبيرة من الحبات، لما تنفتح بتطلع خير كثير بتطلع يعني. وفي ناس بيطلع لكل شغله بيحاولوا يفسروا لها، بس هي الحقيقه انه يعني من واقعنا، من البيئه المعاشه، ليش رمان يعني. وكل بلد حسب المنتوج اللي بيكون بهذاك الوقت بالضبط. بس بلخص بنص دقيقه، مش راح اخذ وقت كثير مشان ما نطول على الاتصالات، بحكي انا الصليب وجهين زي ما كنا نحكي انا وحضرتك قبل ما نفوت. نعم. على الهواء وجهين، في الصليب الممجد وفي الصليب الهالكين. نعم. الصليب الممجد اللي هو مثمر بيطلع الأشياء بعد تعب طويل وبعد ألم، بنشوفها بننسى كل متاعبنا، زي ما حكى يسوع عن الأم لما تولد تنسى آلام الولادة، لما يحط طفلها بين إيديها تنسى كل أوجاعها. وفي الصليب العبثي أو الصليب الهالكين اللي هو نتيجة أخطائي، يعني أنا بحمل صليب نتيجة خيارات خطأ، أشخاص خطأ بفوتهم على حياتهم ولا يستحقوا اني اثق فيهم هاي الثقه، صدمات عاطفيه، في اشياء كثيره بتسبب ان هذا هو الصليب. نعم نعم. ابونا في شباب اذا جاهز التقرير نحطه. رساله بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس، وانا امبارح عم بتصفح ومنحضر الحلقه فاستوقفتني كلمه، فان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فحط هون شرط إنه إحنا مين اللي بينظر للصليب على إنه هو قوة الله؟ فقط المخلصين. المخلصين، نعم صحيح. يعني مش كل المؤمنين، إنما المخلصين بس، فقط هي بيشوفها إنها هي قوة الله. يعني مش كل البشر. لكن عند كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. يعني جدا عميقة ومحطوط، يعني بولس الرسول حط شرط، يعني كأنه بقى بس عند المخلصين هم بيشوفوا الصليب. من هم المخلصين؟ من هم المخلصين؟ نعم. بحكي كيف ينال الإنسان الخلاص، مقوله بالإيمان بيسوع المسيح. نعم. تنال الخلاص يعني مباشرة. فإحنا بنقول مش كل الناس مخلصين، بس كل المؤمنين مخلصين. نعم، المؤمنين بالسيد المسيح مخلصين، لكن كمان ايضا لنالوا مغفرة الخطايا، لانه كمان مش انه انسان مؤمن لكن خاطئ بطل مؤمن لا، يعني مؤمن بالسيد المسيح لكن خاطئ، احنا كلنا خطأ واحنا مؤمنين يا ابونا لا هلا
في في يعني زي ما حكيت حضرتك يعني للتائبين يعني التائبين. احنا بنخطي صح اذا المؤمنين التائبين بالضبط المهن هم المخلصين مخلصين. اللي بيشوفوا قوة الله اكيد مين لكن مين. ممكن يكون في مؤمنين لكن غير تائبين اللي هو بيكون عندهم الصليب الصليب عندهم هالكين عندهم جهالة ما بيعرفوا قوة الصليب. فنبلش هلا في الشباب رح طلبنا منهم يحضروا التقرير تفضلوا تفضلوا جاهز التقرير نشوف التقرير مع بعض. يعد الصليب المقدس من العلامات التي يعتز بها المؤمن المسيحي، ويتجلى ذلك في حياته اليومية، فنراه يرسم علامة الصليب في كل وقت كان، في الأفراح والأحزان والآلام. يرتبط عيد رفع الصليب المقدس بذكرى استرجاع خشبة عود الصليب الذي علق عليه الرب يسوع المسيح، فأصبح رمزا للفداء والقيامة والمجد. تخبرنا الأناجيل أن اليهود طلبوا من بيلاطس صلب يسوع، فخرج المسيح حاملا صليبه إلى الموضع المسمى الجلجلة. ومن الثابت أن يسوع مات على الصليب، وبعد موته اهتم يوسف الرامي بإذن من الوالي بيلاطس البنطي بإنزال جسد المسيح ووضعه في قبره الخاص الجديد. وبعد 300 عام من دفن السيد المسيح، ذهبت والدة الملك قسطنطين القديسة هيلانا إلى القدس تبحث عن صليب المسيح، وعندما سألت عن الأمر أخبروها بأن الصليب مدفون بالقرب من معبد فينوس الذي أقامه الإمبراطور إدريانوس، فأمرت بحفر المكان وعثرت على 3 صلبان. ولما لم تعرف أيهم صليب السيد المسيح الحقيقي، اقترح البطريرك مكاريوس أن تضع واحدا تلو الآخر على جثة أحد الموتى الذين كانت تمر جنازاتهم بالمكان في ذلك الوقت. فعندما وضع على الصليب الأول والثاني لم يحدث شيء، وعندما وضع على الصليب الثالث عادت للميت الحياة بأعجوبة باهرة، وبعد ذلك وضعوا الصليب على امرأة مريضة فشفيت في الحال. عندئذ رفع البطريرك مكاريوس خشبة الصليب ليراها جميع الحاضرين فرتلوا يا رب ارحم. فرفعت القديسة هيلانا الصليب المقدس على جبل الجلجلة وبنت فوقه الكنيسة المعروفة إلى يومنا هذا كنيسة القيامة. ويبقى الصليب مرفوعا فوق قمم أولويات المسيحيين رمزا للفداء ومقياسا للتضحية، على الرجاء ساهرين في انتظار ذلك اليوم الذي نعبر فيه بالصليب من هشاشة هذه الدنيا إلى عظمة قوة الحياة الأبدية. يعني
يعني أبونا كان لابد من القديسة هيلانة إنها تدور وتبحث عن الصليب، كانوا بعتقد كمان مثل ما تحدثنا سابقا هي كانت منقادة من قبل الروح القدس. طبعا لما تم أعلنت إيمانها أمام الجميع، أعلنت إيمانها المسيحي، طبعا هذا بنحكي بعد 300 سنة تخيل والصليب مرمي. طبعا تنالوا اضطهادات كتير المسيحيين بعد موت وقيامة السيد المسيح. فالملكة هيلانة أرادت إنه إعادة الكرامة للمسيحيين بإنهم إنها تظهر الصليب وترجعوا مكانه على الجلجلة وتبني الكنيسة، كنيسة القيامة الحاضرة أما لحد الآن. فكانت فعلا إنها هي قديسة منقادة من الروح القدس لتثبيت هذا الموضوع. الصليب اللي كان عار للعالم كله أنذاك أصبح هو افتخار للجماعة المؤمنين أو المخلصين حسب بولس الرسول. معنا اتصال مع الصديق البرنامج الدكتور جلال فخوري. صباحك نور دكتور. نرجع له. فما رأيك أبونا بالقديسة هيلانة؟ نعم، يعني هذا عمل بالحقيقة ملهم، يعني مش من لحم ودم، مش بشر كشف إلها، إلا أنها أكيد إرادة ربنا يكون في تفسير عملي لموضوع الصليب. وأول 300 سنة يعني كانوا يستخدموا اسم يسوع المسيح كرمز للمسيحية، أو أول حرف من اسمه اللي على شكل سمكة، بعدين طلعت السمكة اللي كانوا يحطوها على بيوت العبادة. ما يفهموا الناس الوثنيين والناس المضطهدين لإلهم للمسيحية، يعني ما يفهموا أنه هذا بيت عبادة لأنه كان ممنوع، فيعملون بالتساوي تحت الأرض بالدياميس بيسموهم. وكانت السمكة بداية أول 300 سنة. يعني ما بعد ما عمل القديسة هيلانة العمل العظيم والمجهود، يعني مجهود كبير جت يعني من آخر الدنيا زي ما بيحكوا، جت من إيطاليا بالضبط. يعني وضعوه على الجزء وبنت الكنيسة القيامة اللي هي موجودة حتى يومنا هذا. فهذا عمل عظيم، يعني عمل القديسين. من هون الكنيسة يعني أكيد ما بتعطي لقب قديسي أو قديس لإنسان هو عايش إلا لما يتوفى وينتقل للحياة الأبدية ويكون في أعمال عظيمة على أرض الواقع تكرس. هو أظن كمان أهمية إظهار الصليب ما يضله إنه موجود مدفون. يعني إظهار الصليب كان عمل أراد الله إنه ينظهر هذا الصليب اللي علق عليه ابن الله. بلاش نتأخر على الدكتور جلال أو ينقطع الخط مرة تانية. صباحك نور دكتور، نحن أعطيناك لقب صديق البرنامج. صباحك نور دكتور. حلو صباح النور. تفضل دكتور. نحن اليوم حلو صباح النور. صباح النور، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. سامعنا الصوت منيح؟ استميحك وعذر في بيان بعض النقاط اللي سجلتها انا عن ارتفاع الصليب والمصلوب. تفضل دكتور. ارتفاع الصليب اول شيء دليل. دكتور معلش توطي التلفزيون من عندك لأنه رح يعمل عليك شوية تشويش. عم بيشوف. أولا ارتفاع الصليب دليل على المشيئة الإلهية في أن يكون السيد المسيح على الأرض. نعم. تفضل. سامعنا دكتور؟ الو دكتور وطي التلفزيون علشان تسمعنا بوضوح. في مشكلة بالاتصال. نعم قطع التليفون. تمام دكتور. تمام تفضل ابونا. يعني متعودين على الدكتور جلال يعني بيفند الموضوع بطريقة فلسفية، بس ما لحقنا نعرف المحاور اللي راح نتحدث عنها. بس إجمالا يعني في حياتنا الإيمانية
الصليب له مفهوم كبير وعظيم، لأنه هو كان أداة ورمز للفداء. نعم. شابه الإنسان يسوع المسيح في كل شيء ما عدا الخطيئة، فلماذا يصلب إذا أنه مش خاطئ؟ نعم. وهي كانت عقوبة للخطأ، للمجرمين، للقتلة زي ما تفضلت حضرتك. نعم. ولكنه هو أخلى ذاته وتنازل. نعم. بكل تواضع ومحبة لأجل فداء البشر. ما كان بنفع واحد بشر مثلنا يفدينا عند الله، لأنه إجوا كل الأنبياء وتظلها تلف الحلقة بتلف الحلقة، التوبة ثم بعودوا للخطيئة، بعدين بتوبوا بعدين برجعوا للخطيئة. دواليك زي ما بيحكوا. مع يسوع المسيح هو إله وإنسان، فهذا الشخص الوحيد اللي ممكن يكون الجسر الناقل بين السماء والأرض. نعم. لأنه هو من فوق إله ومن تحت إنسان، فأصبح هو القادر على خلاصنا. الحكم السائد كان عند الرومانيين وليس عند اليهود. اليهود. نعم. كانوا بيقتلوا بالرجم، بيحطوا. نعم. بحفرة بدلهم يرموا عليه حجارة عقوبة الإعدام عندهم. نعم. لكن عند الرومانيين كانت في طرق مختلفة، ولكن هو الصليب كان السائد. نعم. فكان هذا الصليب يعني رمز للقتل للمجرمين لها. أتى يسوع المسيح وأعطاه هذا صفة الفداء على الصليب. نعم. نعم. رجعنا لدكتور جلال فخوري. دكتور معلش نحن منعتذر منك، لكن كنت حاطط التلفزيون فكان يسوي عندك تشويش. طيب معلش أنا. لا بسيطة، تفضل دكتور. أول شيء أنا سجلت الحقيقة. نعم. بعد أسميحك عذر في بيان ما يلي. نعم تفضل. وأسميح المصلوب نفسه في تفسير رأي فردي حول ارتفاع الصليب. نعم. ارتفاع الصليب الحقيقة هو دليل المشيئة والقوة الإلهية، وهو بنفس الوقت رسالة السماء إلى الأرض. نعم. وهو بنفس الوقت قوة الشخصية المسيحية الاعتبارية، وأنا بصر على هون كلمة الاعتبارية بعيدا عن الشخصية الجسدية أو المسيحية كجسد يعني. نعم. لأن المسيح القائل يعني أنا معك كل الأيام يعني. نعم إلى انقضاء الدهر. وبنفس الوقت كمان قال إنه بعد 3 أيام أنا ببني الهيكل وبقوم، دليل على إنه هو كان يعرف سلفا إنه هو مش مطول يعني في القبر. نعم. كما إنه ارتفاع الصليب هو دليل على هو دليل على التنفيذ الذي الحقيقة أوجد ولادة المسيح، دليل على الأجوبة اللي أثيرت حول ميلاد المسيح. نعم. كما أن ارتفاع الصليب هو عبارة عن رفع العبودية عن البشرية، وبنفس الوقت كمان هو هذا الاحتفال يرفع من البشرية، من الشخصية البشرية إلى الشخصية الإلهية، ليتأله الإنسان بارتفاع الصليب. تأله الإنسان. نعم. نعم. ثالثا يعني أو خامسا هو إيجاد ثغرة في السيكولوجية الإيمانية، بأنه ما لم يؤمن الإنسان بقوة الصليب ووجود السيد المسيح وقيامته على الصليب، لا يمكن أن تستمر معه الحياة كما يريد هو. نعم. والحقيقة كما أن المسيحية هي وجود المسيحية كفخر في البشرية هو دليل على حياة الناس بعد ميلاد المسيح، ولدت الحياة من جديد. فارتفاع المسيح على الصليب هو يعني للذين لم يؤمنوا آمنوا. نعم.
بأنه المسيح يعني قام وهيو على الصليب، كما أنه هو تعتبر ارتفاع الصليب صفعة لليهود اللي قتلوه أو الرومان اللي تآمروا عليه. نعم. وهو إعطاء الحياة البشرية نوع من شو بدي أقول الروحية. نعم. الروحية اللي يعني إذا لم تؤمن الإنسان فلا حياة لك في نفسك. نعم. وهو عطاء إلهي يمنح للإنسان بالإيمان. نعم. كما أن ارتفاع الصليب بارتفاع الصليب عن الأرض أضيفت إلى السماء سماء جديدة على الأرض، وهي تعتبر يعني موطئ قدميه، يعني الأرض موطئ قدمي السيد المسيح. نعم. باعتبار أنه السيد المسيح هو سيد السماء والأرض يعني. نعم. وأخيرا الحقيقة سجلت أنا بأنه هذه الرسالة، رسالة القيامة ورسالة رفع الصليب، هي إشعار للعالم كله وليس للمسيحيين فقط، إشعار للعالم كله على أنه الله هو رب البشرية بكاملها وليس رب ناس معينين. نعم. هذه الملاحظات يجوز بعضها جسدي وبعضها روحاني، يدل على أن السيد المسيح لم يأتي نزهة على الأرض، جاء بهدف معين وبقصد معين وحقق الهدف اللي هو بده إياه بين البشرية. أي بعبارة ثانية كأنه بقول الذين لم يؤمنوا قبل وفاة المسيح، هاي أنا قمت على الصليب وارتفعت وعليكم أن تؤمنوا. من هنا بدأت البشرية تأخذ طابعا حياتيا سلوكيا غير ما كانت أيام العبودية. لأن السيد المسيح قال لستم عبيدا بعد الآن بل أحرارا، بمعنى ثاني إنه إذا كان عيشكم مع اليهود في الديانة اليهودية أو الديانة الموسوية هو عبودية، فأنا بحرركم من هذه العبودية. جميل دكتور. نعم. يعني شكرا لك لهالشرح الفلسفي اللاهوتي العميق اللي شرحت لنا إياه. طبعا ممكن يلاقيه بعض المستمعين إنه يعني جدا في معاني عميقة ممكن ما يفهموه، بس أكيد بالكهنة والمؤمنين اللي مطلعين والعميقين في إيمانهم ممكن يعرفوا أكثر، لكن هلا مع الكهنة والأباء والاتصالات أيضا الموجودة رح نفهموا أكثر ونعي لها أهمية هذا العيد ولهذه الرمزية، رمزية الصليب. لكن في شيء بدي أعلق عليه أنه موضوع الصلب، صلب السيد المسيح، هي مشيئة إلهية، وهذا بالفعل هي مشيئة إلهية وليس مشيئة بشرية. يعني مظبوط أنه حكم عليه بيلاطس وحكم عليه اليهود بالصلب، لكن هو جاي من ولادته مصلوب. حكى لبيلاطس لو لم يعطى لك سلطان من فوق. نعم. لما كان قال له ألا تعلم أني أستطيع أن أطلقك أو أستطيع أن أصلبك. نعم. قال هذا السلطان من الله. السلطان من فوق. شكرا لك دكتور، شكرا. يعني المحاكمة اللي جرت للسيد المسيح أنا بشبهها أحيانا محاكماتنا الحالية، محاكمة روحية ومحاكمة سياسية. المحاكمة الروحية كانت من اليهود لأنه جدف وغلط عليهم واشتغل يوم السبت وأهان بعض الكتبة بأنه قلل من شأنهم ومن أفكارهم ووصفهم بالغباء. يعني أحياناً
بشروحاتهم إلى آخره، فحسدوا صاروا يغاروا منه بالهيكل، أكلوا كتلي كمان فهذه كانت عليه محاكمة الروحية من القادة الروحانيين، وإجت عليه المحاكمة السياسية. بيلاطس عارف إنه هو بريء، لكن مرضاة لليهود ما قدرش يقوم شيء يعمل شيء. فهذه أحيانا نحن نقع فيها بعالمنا الحاضر. معنا اتصال الأب جوزيف سويد. صباحك نور أبونا. الله معك. راعي كنيسة مرشر بالمارونية في الأردن. أنت عندكم كمان لقدام احتفالات قادمة وفرح قادم في الكنيسة بحضور زيارة البطرك الراعي، فيعطيكم العافية. بونجور يا أبونا. الله معك أبونا جورج. الله صباحك نور. إن شاء الله ربنا دايما ببارك جلساتكم اللي هي أول شيء مفيدة، وثاني شيء بتعطينا هيك حلاوة للروح، ما بسموها القديسين حلاوة الروح، بتجي من الحديث الحلو اللي بيقدر يرتقي فينا عبر هيك دروب حلوة بتخدنا على مطارح حلوة. أنا بدي أشكركم، واليوم بدي عيد كل اللي عم بيشاهدوكم وعم بيتابعوكم بعيد يمكن الصليب اللي هو صليب المجد. تعرفوا نحن وصغار كنا نتشارك بعيد الصليب بأمور كتير حلوة دكتور أبو نجار. صحيح. أبولة، نار، فرقيع، جراس، رمان. بس ولا مرة أنا مثلا شخصيا هيك بحب لكم ما كنت أفهم ليش كل هودي الفرقيع والإشياء بعيد الصليب، حتى عن جد بلشت صرت أفهم أكتر من أنا وصغير شو معناتها أنه قدام الخوف، قدام الفزع، قدام كنيسة، قدام مزار، قدام تخيري، قدام أي حدث جديد هيك أرسم إشارة الصليب، وصارت عادي. فهذا الشيء اللي اليوم هلأ عم بسمعه، وكنت عم تابع الأشخاص اللي كنت عم تحكوا معكم وأنتوا حديثكم بين بعضكم، بقول أنه شو حلو هالحدث اللي سنة 326 إذا ماني غلطان بلشت قصة أمبراطورة هيليني مع ابنها ملك أمبراطور قسطنطين، كيف أنه تعوا تننبش خشبة الصليب وينها. وبتعرفوا أنا بحس هيك، ما بعرف أبونا جورج بعيسون هدول، كيف بدي أنبش هالإشياء من إجة قلبي، كيف بدي أطلع هالإشياء الحلوة أنبشها وقول أنه أنا بدي أمشي دروب الحياة مثل ما قال يسوع المسيح إذا بدك تكون لإلي تلميذ احمل صليبك واتبعني. فبدنا ننبش هالشيء اللي نحن صرنا مرات بتعرفوا كمخة الحياة عنا باللبناني، منقول الكمخة يعني قديش من زد نفايات وإشياء. قدي بدنا ننبشهم حتى نرجع نكتشف أصالتنا، يمكن جذورنا، طيبتنا، الفضيلة اللي محطوطة فينا مثل كأنه هي بذرة زرعت فينا. فالصليب هيك جوا كان بالأرض بأحشاء الأرض مدفون، ويمكن لحتى يطمسوا معالم الصليب دكتور وأبو نجارج بيعرف عملوا مزبلة لجبل الجلجلي، وهونيك حفرة كبيرة كانوا الروماني زدوا نفاياتهم حد معبد فينوس اللي انبنى عليها الأمبراطور أدريانوس معبد لإلهم. فأنا بدي أقول اليوم نحن كمسيحيين مطلوب أنه نرجع ننبش هيدا الشيء الحلو اللي نحن دفنينه واللي بنعرف قديش ما قلنا خلاص إلا فيه. مشان هيك بدنا نوسع هالقصة. وأنا بقولكم اليوم عن جد إذا بدي أعيش هالاختبار، اختبار عيد الصليب، بدي أعيشه بعمق وبغمقه، لأنه الصليب هو مجد، الصليب هو العبارة، الصليب هو الجسر، الصليب هو اللي بيجي يعطيني الفرح النشوي. أنا بقول اليوم تنفترض زوجي صليبي، مرتي صليبي، معناتها هي علامة مجد بحياتي، مش معناتها انه هي اللي مقرفتني عيشتني النكد معي. قديه بدنا نعيشهم هيدول، وهيدول بيعطينا اياهم عن جد اختبار الصليب. فأنا هيدي الرسالة اللي بحب انه كنت هيك وجهها اليوم عبركم، وشو بدكم تسألوا انا معكم. وحتى عن الزيارة كمان يمكن لازم انه نخبركم شوي هالحالة اللي عم نعيشها بين لبنان وزيارة غبطته كمان للمملكة قدير فيها. تحددت متى أبونا؟ تحددت نعم أبونا جورج، هي مبدئيا من 5 إلى 8، 5 بعد الظهر من الأراد رح يكون مساء يعني جاي، بلش زيارته رسميا ب6 ساعة
7 و8 واللي هلأ صار مؤكد أكيد بترك القضايا الرسمية للأشخاص المعنيين خاصة وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي، وأكيد أكيد كل الأشخاص اللي عم بيشتغلوا تحت ندق باب جلالته الأمير غازي وغيرهم ومجلس رؤساء الكنيس وغيرهم أكيد. بس هلأ اللي تأكد أنه غبطه حابب أنه يتلاقى بكل اللي بحبه يتلاقوا فيه بقداس احتفالي، وأنتم مدعوين عليه أكيد دعوة عامة نهار الجمعة الساعة 6 منبلش التكريس تبع الأشياء الجديدة اللي صارت بمقام مار شربل الصرح نياب البطريركية 6:30 القداس، من بعده في افتتاح البستان حديقة مار شربل مع جاذرين جمعة للعائلة كلها سوا. حلو. كلنا عائلة أبناء الرب. هيدا نهار الجمعة المساء والسهرة بالطول مع غبطه، ونهار السبت الكونسرت الكبير اللي عملته وزارة السياحة مع هيئة التنشيط اللي أنا عملت موسيقته انطلاقا من مسرحية يوحنا المعمداني اللي كتبتها، فأخذنا العمل الموسيقي اللي فيه بالمسرحية وعملناها بطريقة استعراضية فيها كومبارت فيها رقص فيها نصوص إنجيلية حلوة كتير، ورح تكون بطلب من سعادة النائب مجد اليعقوب بمكاور مادبة محافظة مادبة حيث قطع رأس يوحنا، فالدعوات أكيد رح تكون دعوات رسمية. نعم. ولكن رح تكون بعدين عم تنبث وتنعطى لكل الناس، فبثماني الشهر مساء رح يكون في هيدا الـ يمكن الشيء الثقافي السياحي. نعم. اللي قادر يجمعنا بإطار شوي ديني. حلو حلو، الله يقويكم يا أبونا، إن شاء الله كمان زيارة موفقة وتكون مثل ما بتريد، يعني مثل ما ربنا بتعرف دكتور دكتور، بس يجي البترك أنت بتصير الضيف، هو رب المنزل، نحن ضيوف أكيد أكيد، هذا طرح ومش طرح بمشيئته طبعا، كله حسب مشيئته. نعم. عم بحاول دكتور، عم بحاول أبونا أنه عن جد إرخي يعني مسألة أخرى، بهمني أنه قول شعبنا يتألم، مش جايين أو جاي البترك حتى نصرف عليه ونعمل له ما بينعمل ونحط نفرش له الأحمر، جاي عبيته، جاي لعند أولاده، جاي يجمع هيك ببيبته بكلمته بشارته إذا بدي أقول اللي هونيك واللي هون، فالقصة منا قصة شو عم بتحضروا له واو وكيف عم بتحضروا قديه بدكم تصرفوا، هي القصة يمكن ما يكون في صرف، يمكن يكون في بالحقيقة نصرف وقتنا على انه نقول له محبتنا وهو يقلنا محبته ويعطينا ارشاداته. اكيد ابونا جايته كتير مهمة خاصة للرعية عندك المارونية ولكنيسة الموارنة مار شربل جاي على بيته الأردن، لأنه لبنان والأردن دائما إخوة في بالمحبة وبالحتى بالألم بالسراء والضراء، كمان بالسراء والضراء على قول أبونا جورج. فإحنا بنتمنى بهذه الزيارة إنها تكون زيارة موفقة وترفع الصلوات على مذابح الرب لتحقيق السلام والهدوء والسكينة لكل الشعوب اللي بتحتاج. صح. سلام وسكينة، وكل الشعوب تحتاج، يعني حتى اللي عايشة بالسلام بيحتاج للمزيد من السلام، وخاصة كمان عندكم في لبنان محتاجة أيضا، وأنتم كمان جاي البطرك على وجه الانتخابات الرئاسية للبنان، فإن شاء الله يا رب يتبع على خير. زيارة على مسافة أنجأ شهر من التحقق الكبير، بدنا نعمل مثل ما عمل صدقين الأمبراطور بوقت أيام صليب المسيح اللي جرب أن يفوت على الكاتدرال بس ما قدر، وقالوله لفتوله نظره كمان للبطريارك بوقتها أنه بدك تخلع ثياب المجد وتاج المملكة وكل الأشياء اللي أنتوا بتلبسوها، ومثل ما كان فات يسوع على هالساعات الأخيرة بتوب حقير حافي مشي طريق الجمجلي، بدنا عن جد نتعرى دكتور، بدنا عن جد نتواضع، بدنا عن جد نقبل نمشي دروب يسوع بتواضع، وهيدي القناعة اللي عم بعيشها شعبنا بلبنان، الطيبة خبزنا كفاف يومنا، تأملوا طيور السماء، تأملوا زنابك الحظ، بدنا نبلش نعيشها بواقع حياتنا، ما بدنا بقى بهرجات وعظمات،
بدنا الشيء اللي عن جد قادرين من خلاله نداوي هالقلوب المكسورة والجريحة. وأنا بعرف قديش أنتوا عم تسعوا لأنكم تحققوا هالمشيئة بالذات، وإن شاء الله بتتحقق بزمن الصليب، زمن جديد عم نعيشه. يعني طوينا زمن العنصرة، تنفوت بزمن الصليب زمن الكفاح والجهاد، وزمن عن جد البطولات، زمن الشهادة، زمن بذل الذات، زمن أنه نروح أكتر لعند الناس ونقول لهم هيك مسيحنا حب حتى أنه بذل نفسه عن من يحب. تعود نعيش هالأبعاد، صدقيني روح العالم، نفس العالم دكتور، نفس العالم بونا جورج بتغير، صدقني. حلو حلو أبونا، يعطيك العافية أبونا، وإلنا لقاءات معك أخرى إن شاء الله بخير والسلام وصباحك نور. أكيد أكيد، بالسلامة بالسلامة. الله معكم، شكرا أبونا جورج. أهلا. الله يسعدك، شكرا لك. شكرا شكرا أبونا. وأنا عم بسمع لأبونا جوزيف عم بتخيل هالصليب هالمجد اللي حكى عنه، اللي بيتوجه لإله أنظار الإنسان الخاطئ الظالم والمظلوم. يا الله، يعني اتنيناتهم بيتوجهوا لهالصليب اللي صلب عليه الإنسان المظلوم. وكان في نظر الناس إنه هو خاطئ وظلم. عم بحكي كمان كيف إنه هالإنسان الظالم لما بتوجه بقلب تائب نادم، لكن هالعمل وهالخطيئة هي لا تزول حتى لو تمت المغفرة، هي موجودة بتكون لا تمحى. مثل خطيئتنا الأصلية، هي مظبوط ربنا على الصليب غفر خطايانا من الخطيئة الأولى، خطيئة آدم وحواء، لكن الفعل بقي موجود لأنه خطيئة آدم وحواء عملت تشويه للواقع اللي كان عايشين فيه آدم وحواء، وإحنا عم نعيش هذا التشويه اللي هو أنت يا آدم لازلت تتعب لتاخد لقمة خبزك تأكل، وأنت يا أنثى حواء لازلت تتألمين في جلب البنين وتتعذبين يعني في تربيتهم. ففعل الخطيئة أو التشويه اللي سوته الخطيئة الأصلية لازلنا نعيش فيه حتى بعد ما تم الفداء. يعني استخدمت حضرتك مصطلح أدق قبل ما نطلع الهواء، أنت حكيتي المثل المسمار اللي بنسحبه بيضل أثره موجود. نعم. يعني خلينا نقول يبقى أثر، يعني مصطلح أدق زي ما حكيتي حضرتك يبقى أثر، بس هي بغفرها إنه يعني هي بتزول الخطية بس بتبقى آثار شوائبها. يعني نعم شوائبها بالزبط. موجودة في الواقع لأنها تمت اللي عم نعيشه، لأنه أكيد لما أنت ظلمت أكيد في مظلوم، أنت لما أزيت حدا أكيد في واحد مأزي وعم بيعاني. فاتيناتهم عند أقدام الصليب. بدناش نطول على سر سيستر نهى. صباحك نور سيستر نهى من راهبات الصليب دير العناية الإنسانية. صباحك نور سيستر. صباح الخير ست باسمة، كيفك؟ وشاكرين لك وقتك. بونجور الصباح. بونجور، صباحكم نور. عندكم احتفال يوم الجمعة إن شاء الله ب16 الشهر. نعم الاحتفال، الاحتفال ب16 متى؟ الشهر يوم الجمعة. نحن رح نحتفل بعيد الصليب ب16/9 الساعة 6 مساء يوم الجمعة مع سيادة المطران جمال خضر. نعم 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 رح نحتفل إن شاء الله، وإحنا نكون حاضرين كنورسات لتغطية هذا الاحتفال. يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير سيستر. نحن منتشرف بوجودكم معنا سيستر نهى. أنت من راهبات الصليب، فماذا يعني لك الصليب كسيستر نهى كراهبة من هذه الرهبات الراهبات المنتسبات لهذه الرهبنة؟ نعم نحن اسمنا رهبات الصليب، يعني من الاسم تبعنا معروف أنه نحن نتميز بروحانية الصليب. نعم. واليوم يعني بدنا نحكي اليوم عن عيد الصليب. والاحتفال بهالعيد هو تقليد فكرة عامة، هو تقليد مسيحي قديم. بعود للقرن السابع وقت الامبراطور البيزنطي استرجع عود الصليب من بلاد الفرس. نحن كرهبنة بنحتفل بهيدا العيد لأن هو من صميم روحانية مؤسسنا الطباوي أبونا يعقوب. يلي كان دايما يتمتع بعبادة خاصة للصليب، كان شعاره بالحياة
وكانت رغبته أنه يزرع الصليب على كل تلة ومرتفع. نعم. لكن قبل كل شيء أنه يكون الصليب وروحانية الصليب هي بقلب كل إنسان. نعم. يعني الصليب هو موضوع كتير واسع. نعم. لأبونا يعقوب وللكنيسة وللمسيحيين. نعم. كلهم هو كتير موضوع كبير وإله أكتر من معنى. بس مربولوس هيك بيختصر معنى الصليب بالرسالة لأهل كورنثوس وقت اللي بيقول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. نعم. أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. نعم. إنسانيا إن الصليب هو علامة ضعف وفشل وألم أو حتى علامة العدم. نعم. ولربما بعض المؤمنين إنه بيشوفوا الصليب هو دعوة للألم ومش ممكن يعيشوا إيمانهم إلا من خلال العذاب والألم. نعم. بس أبونا يعقوب بروحانيته للصليب مش هيدا الصليب يلي عرفه وبشر فيه. نعم. صليب المسيح بالنسبة لأبونا يعقوب مؤسسنا ولقلنا كروحانية هو علامة انتصار الحب الإلهي على الشر والجهل وقساوة القلب. نعم. ومن أقوال أبونا يعقوب بيقول الصليب فرح لا كآبة إنه تعزية لا ضجر. حلو. يعني هيك وقت اللي نتأمل بالصليب بنشوف مظبوط نتيجة شر الإنسان وقساوة قلبه. نعم. بس بالوقت نفسه منشوف حب الله لإلنا بالمسيح يلي انتصر على كل شر. فالصليب هو علامة قيامة مش بس علامة ضعف وعذاب. نحن منعيد بعيد الصليب هيك بيكون بروح انتصار الفرح بروح السلام والرجاء. نحن بهالأجواء هيك دايما نحن منحتفل بعيد الصليب بروح رجاء، يعني بروح إيمان كبير بالله إنه هو حبنا وهو خلصنا عطانا الخلاص من خلال الصليب. نحن يعني بدي عيدكم وقولي ينعاد عليه على الجميع وإن شاء الله تكون كل أعيادنا هي أعياد فرح وسلام وطمأنينة داخلية وعلاقة حلوة مع الله. آمين. آمين. نحن نعزمكم ونتمنى تشاركونا بنهار عيد الصليب إن شاء الله. أكيد. حاضرين. أكيد. سيستر وشكرا للدعوة. وأيضا أنتم في دار العناية الإنسانية أنتم في عندكم هذا الدير لخدمة كبار السن؟ نحن نعم لكبار السن. نعم. يعني رسالتنا بهالموقع هي مع كبار السن. نعم. ونحن كمان يعني هيدي الخدمة بحد ذاتها فيها صليب، صليب ممجد. يعني نعم. نحن خدمتنا منعيش روحانية الصليب بس بصليب هو ممجد يلي هو بيوصلنا لله. يعني وخدمتكم لكبار السن كمان هذول صلبان أنتم تحملونها، يعني اللي سهل. مش سهل عناية. أي نعم. صليب ممجد. صليب ممجد. الله يقويكم سستر. يعطيكم الصحة تسلمي. وكل عام وانتم بخير يا رب. وانتم بخير يا رب إن شاء تسلمي. الله تسلمي. صباحك نور. شكرا. صباحك نور لإلكم ونهار مبارك. نهار مبارك. شكرا. يعني هالروحانية أبونا يعقوب برهبنة هالراهبات الصليب هي علامة فرح ومجد. لما الإنسان يحمل الصليب ما بيقول هالصليب اللي حامله أنا صليب معتر وعم بيجيب لي التعاسة لأخره، لكن لازم يحمله بفرح. تحمل صليبك اللي هو ألمك، تحمل ظلمك اللي انظلمته، تحمل القهر اللي انت عايشه وتعتبره صحيح. انه هذا صليب يحمل كل هذه المعاني وهذه الالام لكن حامله بفرح. كتير يعني صعب على الانسان ابونا. طبعا مش صعب كتير على الانسان. دعوة دايما بتطلعوا الناس انه على الصليب انه صليب الم. بقولك انا ما بدي شيل الم، انا ما بدي، ربنا ما تجربني بالم ما بتحمل. نعم. انا ما تجربني بظلم ما بتحمل انا. صحيح. فبيعيش الانسان بهالقوقعة هذه، لا هو عارف صليبه ولا عارف حياته الإيمانية، عايش بوحدانية لوحده حتى لا يجرب حتى لا يتألم. حتى هل بتعتبر أنه هذه حياة المسيحية أو حياة المخلصين مثل ما قال بولس الرسول
هي في نعم. الآية لكورنثوس نعم صحيح. يعني هو بالحقيقة دكتورة نحن لا نسعى إلى الألم، المسيحي ما بيسعى للألم، ولكن متى أتى الألم يحتمل بصبر. نعم. يعني هذا لا يعني أن المسيحيين أشخاص بحبوا يؤذوا نفسهم. نعم. أو بحبوا يتألموا أو بحبوا يألموا الناس لا سمح الله، هذا مو صحيح. نسب في الماضي أنه الرهبانيات وخصوصا الكهنة المتوحدين اللي بيعيشوا أنه بيعذبوا حالهم، بيضربوا حالهم، بيجلدوا نفسهم، كانوا قديسين. نعم. يجلدوا نفسهم. نعم. فنحن لا نبحث عن الألم. نعم. ولا أي إنسان مؤمن بحب الألم بحد ذاته لأجل الألم. نعم. ولكن متى ما أصبح الألم أداة للخلاص، متى ما أصبح الألم مثمر وفي نتائج من بعده بتفيد الناس وبتفيدني، فأصبح ألم ممجد وبتحمله بكل صبر. نعم. على رجاء أني أخلص منه. نعم. بس مش بدي أني أضل فيه كمان. يعني هو ربنا ما وعدنا بحياة خالية من الألم، لكن نعم. يعني فيها، لكن الخطيئة أبونا أنا دائما بربط أن قوة الصليب تكمن عند الإنسان المؤمن في فهمه للخطيئة اللي صارت. طبعا. يعني هلا أنا لما بوعى للخطيئة اللي بعملها، لقوة الخطيئة اللي إحنا بنخطئ فيها. نعم. لغيرنا، بنظلم فيها غيرنا، مثل ما حكيت الخطيئة الأصلية سوت تشويه في الواقع. نعم. اللي كانوا عايشين فيه آدم وحواء. نعم. فكل خطيئة منقوم فيها بيعمل تشويه. طبعا. تشويه في حياتنا، تشويه في الإنسان. أكيد. اللي ظلمناه أو أخطأنا. نعم. بحقه. فهذا التشويه أبونا يبقى، عشان هيك لما أنا قلت إنه علامة مثل بدق مسمار بقطعة الخشب بتزول، بتزيل المسامير بالندامة وغفران الخطايا، لكن محله موجود. عشان هيك يسوع المسيح لما ظهر لتلاميذه بعد القيامة كانت علامات المجد موجودة، قال لهم هذه خطاياكم بدكم تضلكم تطلعوا عليها تتذكروها، لكن أنا بقيامة المجد ما زالت الخطيئة. فبيعطينا رسالة انه انت لما بتعمل خطيئة يبقى الفعل. نعم. تنال المغفرة لكن الفعل يبقى، ان كان ظلمت انسان، ان كان اسأت لانسان. نعم. ان كان سرقة او مثلا نفسيا قتل. ليش في هلا ابونا دكاترة نفسيين موجودين لمعالجة الاثار النفسية المتراكمة منذ زمن؟ نعم. وما تعالجت. نعم. عشان هيك كتير فعل المصالحة، أنا بقول لك بسامح، لكن موضوع المصالحة أبونا جدا موضوع عميق. المصالحة بحاجة لمساعدة، فإذا ما كنا مرتبطين بالصليب، إن كان ما إيماننا قوي بالصليب وبقوة الصليب شعرينها بحياتنا، هذه المصالحة مع الذات ما بتتم. فعشان هيك قوة الصليب في المصالحة من فعل مغفرة. صحيح. الخطايا اللي بتوقع على الإنسان. صحيح 100%. فحبيت يعني أعقب على موضوع الصليب وقوة الصليب بكلمة ورسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس لما قال فأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فبنتمنى أنه الصليب عندما تنظر يا إنسان إلى الصليب أنه تأخذ منه القوة، قوة الله فيه تستمدها لتخلصك أنت وتطهر نفسك وتعيش هذا الإيمان اللي أراده الله إليك من خلال صلب ابنه الوحيد لأنه بحبك، عشان تعيش هذه المصالحة وتصير المصالحة مع الرب من فعل الخطيئة آدم وحواء. يعني المصالحة الله، يعني ممكن ربنا بيسهل يا خلص انت اخطأت لها وهذا اخطأ لها، يلا عفى الله عن ما مضى ويلا صالحوا بعض وانسوا اللي فات مات وإلى آخره من هالكلمات اللي بيتم اللي بتدخلوا بالصلحة أحيانا والصلحة. لكن المصالحة النفسية اللي بتضل أثارها موجودة بنتيجة هذا الفعل. نعم. هي التي بحاجة لقوة. صحيح. الله وقوة الصليب لكي. أمين. تزال ويتحمل. نعم. الإنسان ويحمله كجراحات. نعم. السيد المسيح طول حياته. أمين يا رب. لمجد ربنا. فبشكر كل اللي كانوا معنا على اتصال واللي شرحوا لنا موضوع الصليب، ومنقول لكل عام وأنتم بخير
وأبونا جورج أيضا إحنا بنشكرك في هذا الصباح أيضا وجودك معنا. وأمل السلمان خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك مانحا للعالم السلام، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك، الصليب حارس المسكونة ونكبة الأباليسة. هذا الترانيم الأرثوذكسية الشرقية التي تقال في هذا العيد. من نشكر كل الأشخاص اللي كانوا معنا على فيسبوك، على صفحتنا على نورسات، وأيضا نشكر كل الأشخاص اللي تابعونا على التلفزيون. نشكر فريق العمل نورسات الأردن ونورسات لبنان على نقل هذه الحلقة. نتمنى للجميع إن شاء الله أسبوع مبارك بقوة ومجد الصليب المبارك، ظل حياتكم وأبونا تعطينا البركة وننطلق بسلام ومحبة المسيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا، اذهبوا بسلام المسيح ومع روحك أيضا. وشكرا لكم وإلى اللقاء. أعجوبة لليوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ترنم صلوات ليل ومير محبة وخير. صلوات تليل ومير محبة وخير.